تعرفنا على منظومة الفنتيليشن، ايه هي الكونسبتس اللي ممكن اشتغل بيها. المرحلة الثانية هنتكلم من دلوقتي على اللي هي الفلتريشن، ايه هي الفلترز اللي ممكن احطها في المنظومة بتاعتي. وبعد كده هناخد سبيسيفيك رومز ونقول ايه هي افضل غرفة لموضوع الكورونا. فهنبتدي دلوقتي نتكلم، ناخد جزء بتاع الاير كليننج. في الاير كليننج او الفلتريشن، في سؤال بيراودنا كلنا، هل الفلاتر اللي موجودة بتقتل الكورونا ولا ما بتقتلش الكورونا؟ نعمل ايه؟ طيب دي according to testing agencies محترمة، يعني محددة نوعيات الفلتريشن زي ما احنا شايفين كده، ان على حسب الستاندرد بتاع الاشري الميرف لغاية ميرف 8. انا ما بشيلش حاجة، دول المايكرونز، ده 0.3 ل1 مايكرون، وده من 1 ل3 مايكرون، وده من 3 الى 10 مايكرون. طبعا دول اللارج بارتيكلز، فاللارج بارتيكلز بيشتغل معاهم لغاية ميرف 8، ده بيقدر يشيل اكتر من 70% من 3 ل 10 مايكرونز. طبعا في المايكرونز الصغيرة ملوش اي تأثير، فمعنى كده ان كل الفلاتر الحلوة بتاعتنا بتاعت اللي هي البري فلترز والحاجات دي كلها مش هتشيل حاجة. طبعا الفلاتر بتاعت الفان كويل بالتأكيد مش هتشيل حاجة. تمام، نبتدي نخش بقى على لغاية حتى ميرف 12، ده بيشيل من 0.3 بيشيل حوالي 35% للمايكرونز اللي هي من 0.3 لواحد. واحنا عارفين او شفنا كمان ان الكورونا ده مش 0.3، ده 0.1. فمعنى كده ان حتى لغاية ميرف 16 اللي هو هيبا فلتر، دول ستارتنج هيبا فلتر، هيبا فلتر بيشيل لغاية اكتر شوية من 95، بس خمسة اكتر من 95 معناها ايه؟ ان هو بيقدر يوصل حسب الافيشنسي بتاعته، لحسب نوع الماتيريال اللي انا حاططها في هذا الفلتر، اكتر من 95 ممكن يوصل الى 99 وشوية. بس لما بيجي يطلع الكلام ده بيقول لك انا الافيشنسي بتاعتي كذا، بيتكلم على من 0.3 ل 0.5 مايكرونز. طيب ادي هيبا فلتر بيتكلم على الافيشنسي بتاعته، بيقول ان انا بقدر اشيل 99.97%. ده معناه ايه؟ 99.97% من ايه؟ من سايزز اكتر من 0.3 مايكرون، اكتر من 0.3 مايكرون. طب الاقل من كده اللي هو زي الكورونا والحاجات دي بيعمل فيها ايه؟ الكونسبت بتاع الهيبا فلتر طبعا شرايح الومنيوم، وبعد كده فيها الفايبرز اللي هي على حسب بقى بتبقى فيري دنس فايبرز. في عندي ثلاث مراحل للفلتريشن في الهيبا فلتر. هم صحيح بيعلنوا ان هو ما بيشيل، يعني بيقول لك ده 99.97 اوكي، هل بيشيل اقل من كده ولا ما بيشيلش؟ طيب ثلاثه كونسبت، ثلاث حاجات ميثودز بيستغلها هذه النوعيه من الفلاتر. في واحده منهم اللي هي الانترسبشن، وفي الامباكت، وفي الديفيوجن. الانترسبشن بيتم لاقل من 100 نانو متر، يعني 0.1 اقل للحاجات اللي هي للاقل من ايه؟ من 0.1 مايكرون. والامباكت للحاجات اللي هي فوق ال1 مايكرون، يبقى الحاجات التقيله بتتم عن طريق الامباكت، حاجه كده ضخمه جاي خبطة في الفلتر زي ما احنا شايفين كده فبتقف.
الأكتر من الواحد مايكرون أو الأقل من الواحد مايكرون بشوية بيحصل له انترسبشن. طب البارتيكلز الصغيرة خالص دي بيحصل لها حاجة اسمها ديفيوجن، فهو بتحصل اللي هي الأقل من 0.1 مايكرون اللي أقل من الكورونا بتحصل لها ديفيوجن جوه الهيبا فلتر. فبالتالي أنا أقدر أكان كليم إن الهيبا فلتر بيقدر يشيل برضو حاجات تخص الايه الكورونا. طيب ده كمان جدول بيورينا ان من 0.3 ل 1 مايكرون وادي من 1 ل 3 مايكرون ومن 3 ل 10 مايكرون في عندي فلاتر اللي هو بيرفت 16 بيقدر يوصل من 95% او افضل، يقدر يشيل البوينت 3 وال1. طبعا في فاكتس كتيره ان صحيح الفلتر ده ما بيشيلش غير، مش معنى ان هو ما بيشيلش غير 0.3 ان ده هو نهايه المطاف، لا، في دراسات اتعملت كتير جدا، منها دراسات اتعملت في ناسا على الفيرتشواليتي بتاعت هذا الفلتر، ان هو ممكن بالديفيوجن افكت اللي موجود جواه ممكن يشيل almost 100% من البارتيكلتس بما فيها كتير من الفلترز اللي اقل من 1.1 مايكرون اللي هي شبيهة بالكورونا. دراسة تانية معمولة بتوصلني ان انا ممكن اقدر اشيل 0.1% of particles على الهيبا فلتر، قدرت ان انا اوصل 0.01 مايكرون بالهيبا فلتر. فمعنى كده ان الفلتر ده very effective من ناحية الكورونا فيروس، يمكن مش 100% لكن له effect عالي جدا. طيب دي الريزلتس بينت ايه. حاجة الحقيقة المهمة جدا ان الهيبا فلتر حجز الفيروس، لكن للاسف ما قتلوش، هو حفظه ويفضل قاعد جواه لفتره. فيبقى المفروض ان انا لازم اعمل حاجه قبل هذا الفلتر، يعني لازم اقتل الشيء قبل ما اوديه للفلتر، لان الفلتر هيحجزه. طب يحجز قد ايه؟ هيحجز حاجه صاحيه، يبقى انا ما عملتش حاجه، هيلاقي فرصة من الفرص ويزوغ منها، او ليكج بطريقة معينة. عشان كده مهم جدا الناس اللي بتركب الفلاتر دي لازم يكون عندها امانة جدا في تركيب هذه النوعية من الفلتر، لان ده خط دفاع رئيسي. الهيبا فلتر بيتركب بطريقتين، طريقة انه في السنترال سيستم، والسنترال سيستم ده سواء انا بتعامل مع غرفة واحدة او بتعامل مع اكتر من غرفة، سيستم سنترالايزد، فممكن ابقى بغذي اكتر من اوضة، او لوكال افيشنت فلتر ان انا بحط الفلتر مخصوص بهذه الاوضة. لو انا بشغل اكتر من منظومة وراجع مني الهواء راجع على السيستم بتاعي تاني، يبقى انا محتاج ان انا احط هيبا فلتر عندي للمنظومة اللي انا بتكلم فيها دي، سموه لوكال. سواء بقى اللوكال ده موجود بالمنظر اللي انا شايفه ده او جوه السبيس، فانا هحط هيبا فلتر واقعد ادوره، فانا بشيل الايه الكونتامينيشن. ممكن استغلها في ايه دي؟ مثلا عندي غرفة والدكتور داخل، ممكن ادخل الكلام ده قبل الدكتور ما يدخل، يشغل الفلتر ده جوه السبيس وايه وبعد كده نطفي، شغلناه شويه، شلنا عملنا الريسيركيليشن شويه، ربع ساعه نص ساعه على حسب نوعيه الفلتر، وبالتالي ايه شلنا الميكروبس اللي موجوده كتيره موجوده في الغرفه، فقللنا الانفكشن اللي ممكن يحصل. حاجه دي تقول لك حاجه تانية، ان لو في عندك اير بيوريفاير في هيبا فلتر حاول تستخدمه في البيت، حتى في الاوضه العاديه في اير بيوريفايرز
فيها هيبا فلتر. حاول تستغل هذه البيوريفاير ونتكلم عليها بعد شوية برضو. ده هيبا فلتر هو موجود في الأوضة. كل اللي بيعمله بيعمل ريسيركيليشن للهواء جوه السبيس. ممكن استخدمه في الـ AII rooms اللي هي infected rooms عشان احسن الجنرال فنتيليشن بتاع السبيس ده وما رجعوش على المكان السورسز الاخرى. مفروض ان انا استخدمه في كل ما هو اكزوست خارج من هذه الغرف الكونتامينيتد. ما ينفعش اطرد الهواء على الهواء الخارجي وانا حاطط مش حاطط هيبا فلتر، لان انا لو بطلعها طلعت مع الهواء عن طريق الريسيركيليشن بتاع الهواء ممكن افاجئ بان انا بيحصل لي كونتامينيشن في حتة اخرى. فيبقى كل الاكزوست اللي خارج من هذه الغرف المفروض ان لازم يتحط في عليه ايه؟ هيبا فلتر. يبقى الهيبا فلتر مش بس على السبلاي زي ما الناس معظم بيفتكر، على كل ما هو اكزوست من كونتامينيتد اريا، من لابوراتوريز معمل، من منطقه بقت مهمه جدا للاسف اللي هي المغاسل بتاعه المستشفيات دلوقتي، المفروض كل الهواء اللي خارج فيها دلوقتي لازم يعامل كانه انفكتد روم. بتعامل مع مريض عنده فيروس، مش الراجل بس بتاع الدكتور او الممرض، لا ده الراجل اللي بيقوم بالعملية دي لازم كمان احافظ عليه. والاكزوست اللي خارج من الأوضة دي لازم يبقى من خلال هيبا فلتر، مرموش كده وبس. الأوضة دي صحيح بتبقى في البدروم ومحطش الفان بتاعتها تحت، بعمل بريشوريزيشن، لا بعمل بريشوريزيشن في الدكت، لان احط الأوضة دي فوق وحط المروحة بعد الفلتر عشان الفلتر يبقى تحت نيجاتيف بريشر. نوع تاني من الفلاتر اسمه الكتروستاتيك فلتر. الالكتروستاتيك فلتر ده عبارة عن في حاجة اسمها للأسف اسمه كورونا ايونايزر. الايونايزر نفسه اسمه كورونا. ده كورونا ايونايزر بيحول الهواء او البارتيكلز بتاعت الهواء الى بوزيتيفلي تشارجد بارتيكلز. وبيبقى في حاجه تانية اسمها الكوليكتور. ده الكوليكتور اللي احنا بنتكلم عليه ده. الكوليكتور ده انا عامل حاجه على بوزيتيفلي تشارجد على 4.5 كي في وحاجه نيجاتيف نيوترال، يعني حاططها مش حاطط لها باور. ففي حاصل شورت ما بين البوزيتيفلي تشارجد بتتلمع على مين؟ على النيجاتيفلي تشارجد بليتس. طيب في حاجه تانية اسمها الريبيلر. الريبيلر ده بحط كمان فولت تاني على بليتس ان بتوين. بليتس دي الفولت بتاعها عالي جدا، بيبقى 15 وشويه، او من بدايه من 10 او من 8 الى 15. فيبقى انا عندي تشارجد بارتيكلز رايحه للاخ ده او ماشيه في السكه دي، ماشيه وبتحاول تنزل على الايه الكوليكتور ده. طيب في عندي كمان فولت ما بين الريبيلر ده اللي هو الاخضر بيزق النتيجه، الفولت بتاعه عالي بينه وما بين ده بيزقه، فبيحصل ايه؟ بيزقه ناحيه الايه هذا الكوليكتور. فيبقى انا عندي 2 فولت، واحد فولت 4.5 او 4.6 او 4.8 زائد فولت تاني موجود هنا في الاخضر ده بيبقى ايه بيزق الفلترز البارتيكلز الى الكوليكتور. كانت في مشكله، ده رسمه تاني بتوضح الكلام ده. ادي اللي هي بيحصل لي تشارجنج في المنطقه دي، التشارجنج ده بيروح على الكوليكتور، دول عايز يروح على الكوليكتورز، وفي الريبيلر اللي ان بتوين
اللي هو بيزق كمان البارتيكلز على ايه؟ على الكوليكتور. مشكلة الكلام ده ايه؟ فهو بيلم البارتيكلز، فبيحاول يلم البارتيكلز، تمام؟ في مشكلة، شوية مشاكل كانت حاصلة من هذه النوعية من الفلاتر، اللي هي ده شكل الفلتر، ان ال بعض الدست ما بيلزقش بور ادهيرنس على الكوليكتور. الكوليكتور ده لانه كان ميتال الاول، فكان ما بيحصلش بروبر ادهيرنس عليه، يعني البارتيكلز ما بتلزقش على هذا الكوليكتور. الحاجة التانية ان لو يحصل اي فايبريشن، فممكن البارتيكلز دي تطير تاني في الهواء، يبقى راحت للانفايرومنت تاني. المشكلة التانية ان كان بيحصل سبارك ما بين الكوليكتورز والريبيلر، يحصل سبارك، فالسبارك ده يبوظ الدنيا، فبرضو البارتيكلز ايه؟ تجري. فراحوا عاملين حاجة تانية تو موديفاي، راحوا جايين على الكوليكتور وعملوه زي فوم وفي بروس، فبالتالي البارتيكلز بتيجي بتروح نازله في الايه، في الحاجات اللي هي الحفر دي اللي محطوطه على الكوليكتور، فبالتالي لما بيحصل حاجه ما بتروحش بره. دراسات اتعملت على ما بين اول ما بحط اللي هو الكورونا ايونايزر ده، وعلى حسب الفيلد اللي انا بخلقه، هل هو 4.6 ولا هو بزوده الكام، وعلى برضو الفولت اللي ما بين الريبيلر مع الكوليكتور، فلقوا ان انا كل ما بزود الفولت، يعني انا عند لما كان الفرق ما بين نقول 8 او 6 كان 88% efficiency، لما كان الثمانية دي ما بين الريبيلر والكوليكتور اللي بيزق البارتيكلز على السطح ده، كانت الافيشنسي بتاعتي 8.8. فانت بتختار برضو نوعية هذا الفلتر، حاول دايما تروح لفولتج عالية لانك بتقدر توصل الى حوالي 98% افيشنسي في البارتيكلز، تمام؟ احد مشاكل هذا الشيء، واحد مشاكل حاجات تانية كلها بتشتغل بالكهرباء هنتكلم عليها برضو بعد شوية زي الايونايزر والحاجات دي، كلها بتطلع دايما اوزون، عشان كده الحاجات دي بتشم لها ريحة، او ما تشم ريحة كده مختلفة في الأوضة، ريحة دي ريحة اوزون. الاوزون ده very harmful، هنتكلم عليه بعد شوية ازاي نعالجه، فلازم تحط لده كمان فلتر تاني بعدين، فحش تحطه كده وتسيبه. ده بيورينا بقى عندي كمان عند الفرق ما بين الايونايزر الفولت بتاعه تأثيره ازاي على الافيشنسي. احنا شفنا الريبيلر كان تأثيره ازاي، هنا كمان الايونايزر هبص الاقي لما انا وصلت، كان عندي لو كنت ماشي على 4 فولت كانت الافيشنسي بتاعتي 84%، لما وصلت ل 4.8 وصل الى 99.1 efficiency، فده very good في حالة انا عايز اشيل particles من الهواء كتير من غير ما اصرف energy كتير، لانه ده عبارة عن مش زي الهيبا فلتر ده resistance بتاعته عالية جدا، فبالتالي بيزود لي الانرجي اللي انا بصرفها على المراوح بتاعتي. ومعلومة مهمة جدا برضو، لان الافيشنسي بتاع الفلتر بتقل، فالمفروض على فكرة في الهيبا فلتر برضو احاول اخلي المراوح بتاعتي دايما فاريبل، خاصة في المستشفيات. ليه؟ لان الهيبا فلتر هيقلل لي الافيشنسي بتاعت المراوح مع الوقت. طب ازاي اضخ الهواء بتاعي اللي انا محتاجه، ومحتاج 10 ايرتشينج ولا 20 ايرتشينج ولا تبقى اجيبه منين؟ فيبقى لازم عندي حاجة بتظبط لي كمية الهواء اللي انا عايزها اخرجها من كده، فانا بجيب مروحة تقدر تشيل لي الاستاتيك بعد ما الفلتر ده يبقى فيه كلوجينج مع الوقت، وبحافظ على كمية الهواء بتاعتي. نرجع تاني،
ان في حاجه تانية اللي هو في الفلتر ده، ان الافشنسي بتاع الفلتر بعد 3 سنين من الاستخدام وبينه وفرق ما بينه وما بين الفي فلتر، الفي فلتر العادي، ان لقوا ان الفي فلتر بيبقى افضل، يعني الافشنسي بتاعت الفلتر ده بعد 9 شهور كان افضل من التشغيل، كان افضل من المين، من الالكتروستاتيك فلتر. فيبقى الالكتروستاتيك فلتر ده اخلي بالي انا مشغله قد ايه وفترته قد ايه، ممكن يبقى في بدايته كويس لكن بعد وقت ممكن الافشنسي بتاعته، عشان كده ما اعتمدش عليه اعتماد كلي. الشيء الثاني، وده من السيستمز الحديثه اللي بيسموه الفوتو كاتاليست اير فلتر. الفوتو كاتاليست اير فلتر ده بيعتمد على خاصيه جميله جدا. ايه هي؟ ان في الترا فايلوت اللي هي اللايت العادي او اللايت، فاللايت ده هما بيحطوا فيه زي الترا فايلوت، بينزل على تيتانيوم دايوكسيد رياكتورز، تمام، فبيطلع لي الكترونز. فدي خطوه الواحد. الالكترون اللي طلع ده بيتفاعل مع الهواء اللي موجود، الهواء ده فيه ميه، ووتر في نسبه ميه، فبيتعامل معاها بيطلع لي هيدروكسيل. الهيدروكسيل ده بيجي على البوليوتن وبيتحول لي الى يا اما نرجع تاني ال H2O او CO2. فده very promising فلتر برضو. الفلتر ده احيانا بيسموه مش بس فوتو كاتاليست اير فلتر، ده بيسموه فوتو كيميكال، وده في شركات كتيرة كليمينج ان هو ليه امباكت على موضوع الفلتريشن بتاع الكورونا او البارتيكلز الصغيرة. فالفوتو كاتاليست زي ما قلنا كده سترونج اكسيدايزرز، بيروح على البكتيريا والفيروسز وبيحولها الى، بيحول حاجات الى H، يعني H2O او CO2، ودي بتبقى وبيرجع تاني. مش معنى كده ان هو السطح بتاعه حصل فيه الرياكشن ده بيرجع تاني يبقى زي ما هو تاني بعد الرياكشن اللي بتحصل دي. الدروباكس بتاعته انه بيطلع برضو، لانه فيه جبت الترا فايلوت وحطيته على السطح ده، فهو بيطلع لي ايه؟ بيطلع لي اوزون. فالترا فايلوت او كهرباء هيطلع لي في الاخر برودكت اسمه ايه؟ اوزون. فالمفروض ان انا عشان اصلح هذا الشيء لازم احط فلتر تاني. ايه هو الفلتر التاني؟ هنتكلم عليه دلوقتي. الحاجه الثانيه ان لو الماتيريال اللي جايه عندي فولاتايل، فبيطلع لي بيعمل لي الرياكشن بتاعته بتحصل مع البليدز بتاعته، بتعمل لي رياكشن بتبقى هارمفول رياكشنز. عمره طبعا الافتراضي بيبقى عمره قليل، وفي نوعيات بدات تبقى احدث شويه ان العمر بتاعها بيبقى كبير شويه. شكل من الفوتو كاتاليست اير كلينر زي ما احنا شايفين كده، حاطط انتيك بري فلتر، وبعد كده اعتقد ايونايزرز فلتر تاني، وبعد كده حاطط الفوتو كاتاليست. الفوتو كاتاليست ده ادي الالترا فايلوت وادي البليدز اللي احنا كان بيحصل عليها الرياكشن، تمام، وبعد كده بتخرج على المروحة. فوتو كاتاليست ميد اوف تيتانيوم ذات ويل كيميكالي ديستروي ريمينينج اورجانيك بوليوتنت. ده الفوتو كاتاليست، يعني انا بشيل الحاجات الاولانيه بفلاتر وبسيب ده كفاينل فلتر على ما تبقى من الاشياء دي. في باي بولر فلتريشن ايونايزر، ده حاجه تانية.
عبارة عن مش بتطلع او حاجة بتطلع لي ionizing للهواء، بتعمله جزء منه positive وجزء منه negative، فبالتالي بيتجمعوا البوزيتيف والنيجاتيف، بيلموا الميكروبات وبعد كده بيتجمعوا مع بعض تشارجد، بعد كده بحط لهم فلتر بعدهم عشان اجمع الايه الايونايزد بارتيكلز دي. وده برضو بيبقى محتاج كهرباء، والايونز بتطلع التشارجنج، بحول الهواء تو ايونايز الهواء نفسه، الهواء نفسه بحصل له تأيون، فبطلع التأيون ده من 30 ل 300، بتفضل الشحنة دي موجود تشارجد لمدة 300 ثانية، وبعد كده بتخسر بتشيل التشارجنج بتاعها. في ال 300 دول بكون انا قدرت ايه اشيل البارتيكلز، وخرج من عندي اللي هو الايونز الثانية الزيادة اللي هي بتاعت الاكسجين اللي بتخش على الهواء العام، بتحسن لي من الايونز اللي موجوده في الهواء. تحسن لي ازاي من الهواء؟ الايونز اللي في الهواء الايونايزر بيطلع من 900 ل 1100 نيجاتيف ايونز، ومن 1000 ل 1200 بوزيتيف ايونز بير كيوبيك سنتيمتر. ده نوعيات الايونايزرز اللي موجوده. وليه اختاروا الحاجات دي؟ بيقول لك السي ليفل ده الناتشرال انفايرمنت، البوزيتيف والنيجاتيف، ده مثلا كان 1200 بوزيتيف ونيجاتيف حوالي 1000 عند ده في الطبيعه. على ما بنوصل جوه البيوت بتاعتنا بتبقى دي الايونز اللي موجوده، حاجه غير صحيه. فهو الايونايزر ده بصفة عامة مطلوب حتى لإيه؟ للصحة العامة. ان انا بحاول من عندي جو على البحر كنت مستمتع بيه، دخلت بيتي لقيت البيت الدنيا كلها ضايعة، فانا بحاول ان انا احسن من خصائص الجو اللي عندي في البيت. هل يستخدم في الديسيز ولا لا؟ بالتاكيد الموضوع اللي احنا شفناه اللي انا حولت ايونز الى بوزيتيف ونيجاتيف ديفينتلي بيخلي تنقيه شويه للهواء، لكن ماهوش افكتيف جدا بالنسبه للموضوع الفيري سمول بارتيكلز. ده واحد من الحاجات اللي هي بسموه سيلينج سكرابر. السيلينج سكرابر ده لو بصينا على الحاجات اللي محطوطه فيه تلاقي عليه بانل فلتر جريلا بتاعته، وبعد كده في بري فلتر عشان نشيل البارتيكلز الثقيله اللي في الجو، وبعد كده الكتروستاتيك بريسيبيتيتور اللي هو بيعمل لي نوع من التشارجز للهواء اللي موجود، وبالتالي بيلم البارتيكلز على بعض وبيقتل اللي يقتله، والباقي اللي بيروح بيتجمع على فين؟ على هيبا فلتر. وبعد الهيبا فلتر نتيجة انه ده بيطلع كهرباء، فحط بعديه كربون فلتر عشان يشيل الأوزون اللي جنريتد، وبعد كده بيخش على بايبولر ايونايزر، ايونايزر تاني ده بقى عشان يحسن من الجو العام، وحاطط عليه كمان يو في لامب عشان يقتل، ونشوف تأثير اليو في على الفيروس شكلها ازاي. فده كمان بيقتل ما تبقى من اللي فات من كل هذا الشيء. الصراحة الفلتر ده انا شايفه من الحاجات المفروض تتحط في بابليك سبيسز. عندي اوفيس بيلدينج ده مساحته كبيرة، ممكن احط دول سيلينج ماونتد سيلينج سكرابر في البابليك ارياز، في الكافيتيرياز. ده اي بارتيكلز بتعدي على تقريبا مجموعة فلاتر كتيرة جدا. ندخل بقى على الالترا فايلوت.
الالترا فايلوت ده تعرفين طبعا الاشعه ليها راديشنز كتيره قسموها الى A و B و C. احنا بنتكلم على السي اللي هو تقريبا لغايه 280 الراديشن بتاعه. فده عباره عن ايونايزر بيتحط سواء بيتحط في الاير هاند يونت داكتس، ده الايونايزر، او في حاجه تانية اسمها ان روم الراديشن اللي هو بيسموه يو في جي اي السيلينج تايب. تمام، ده بيتحط في الاير هاند يونت، وبيتحط طبعا قلنا قبل الهيبا فلتر عشان اللي يقتله اي حاجه يقتلها، بتروح على ايه تتجمع او تتلم برضو في الهيبا فلتر. يبقى انا مودي للهيبا فلتر هنا حاجات ميته، او بيتحط في السقف وبعمل ريسيركليشن ده في قلب الغرفه بتاع المريض. والنوعيات دي زي ما احنا شايفين كده فيها شيلد عشان الراديشن اللي بيخرج ما يأثرش على الشخص اللي موجود، لان الراديشن بيأثر على النفس اللي طالع على الجيوب الأنفية وبيعمل مشاكل تاني في الجلد لو انا زاد عن حد معين، فمش هنخرج من مشكلة نطلع نقع في مشكلة تانية. فبالتالي في شيلد عليه بيتحط، ممكن يتحط على الحيطة، مهم اسمه بيسموه على بعد ما يقلش عن 2.5 متر او 2.20 متر على السقف، فبالتالي بيشيل كل الميكروبس من على الليفل العالي، او بيشيل الميكروبس بعيد عن الشخص نفسه. بمعنى ايه؟ طب ايه اللي بيطلعه لفوق؟ الفنتيليشن سيستم اللي انا هشتغل بيه احاول اخليه دايما يعمل لي ايه؟ يعدي لي الهواء على مين؟ على اللي هو الوول تايب ده اللي فوق اللي محطوط على ارتفاع عالي. يبقى لازم اخلي، يبقى احنا عرفنا كده ان لو حطيته برضو قريب من حاجة سيلينج تايب وسحبت الهواء من تحت، يبقى انا بخلي الهواء يعدي على الالترا فايلوت. فالالترا فايلوت من الحاجات الريكومندد برضو من الاشري ان تتحط في غرف الايزوليشن روم. حاجة تانية مهمة ان ممكن ازود الجرعة بس ما زودهاش والمريض موجود، بغير بنقل المريض من مريض لمريض، مريض تاني داخل الغرفة، طلعت المريض الاولاني فبدي جرعة عالية جدا بتعمل لي ديس انفكشن للأوضة ككل، وبالتالي الشخص اللي بعد كده هيجي بطفي انا هنزل الجرعة بتاعتي تاني وهطفيها، ولما الشخص يجي الجديد يبقى الأوضة بتاعته ديس انفكتد. مهم جدا احطه برضو في مناطق زي الكوريدورز بتاع المستشفيات. ليه؟ لان انا بحاول ان انا اشيل كل ما هو فيروسز موجودة في الجو، بس برضو بحطه بطريقة انه ما يأثرش على الناس اللي هي المتحركة، والجرعة بتاعته تكون معينة. طبعا بتطلب حسابات دقيقة جدا عشان ما زودش هذه الجرعة. في البعض بيجيبه وبيحطه في الغرفة، بيشغلوا بقى بمكنه بيبقى فيه كمان هيبا فلتر موجود معاه، يبقى هيبا فلتر والالترا فايلوت تقعد يقلبه في ايه؟ في نفس السبيس نفسه. يبقى عرفنا ممكن احطه في الكافيتيرياز والويتنج رومز والبابليك ارياز، يحسن لي من ان انا يقتل لي الميكروبات، وله تاثير كبير جدا على الاسطح. يعني الاسطح اكتر من الهواء، لان يعني الهواء في السبيس ما بيبقاش ليه تاثيره عالي غير لو كميه الهواء اللي انا بقلبها في الهواء في الجو تكون قليله، عشان البارتيكلز تلزق في الالترا فايلوت وتموت. فبالتالي مش هقدر اعمل الكلام ده مع الفنتيليشن العالي اللي بيبقى موجود في الغرف. لكن هو بيشيل ايه؟ بيشيل الحاجات اللي موجوده على الاسطح، اي مايكروبس على الاسطح بيشيلها. الالترا فايلوت بتيجي على الحاجات اللي موجوده على الاسطح
وبتموتها. طيب تكلمنا على الأبر زون يو في جي آي، بتحط على ارتفاع 2 متر و10 وبتساف فيها على الأقل 30 سنتي عشان الحاجات اللي بتقتلها تعرف يحصل عندي بروبر فنتيليشن للحواليها، وممكن أحاول أن أنا أحسن ده بالفنتيليشن بتاعي. تأثيره بيبقى قليل لما يكون الاير تشينج أكتر من 6 اير تشينج. طب هو الايزوليشن روم ده كام اير تشينج؟ هنتكلم فيها بعد كده، لما توصل 12 اير تشينج. فبالتالي تأثيره مع كمية الهواء الاير تشينج العالي، أو تأثيره الكبير لما بحطه فين؟ في الدكت سيستم. الريكومنديشن حطه في جنرال يوز اريا، استخدمه مع الهيبا فلتر، لكن ما يكونش عوض عن الهيبا فلتر، لان ممكن مع سرعه الهواء مش كل حاجه هتلزق فيه، فانت هتموت شويه والباقي هيروح لمين؟ للهيبا فلتر. يبقى اليو في فلتر مش ممكن تبقى سبستيتيوت للهيبا فلتر. ممكن استغل طبعا في هواء راجع تاني اللي بيحصل له رجوع تاني للسبيس. طيب مشاكل الاوزون كل الالكتري اوبريتد فلترز بتطلع اوزون. الاوزون ده اللي هو الاو 3 اللي هو مش او 2 و 3 اللي هو خليتين اكسجين، واحده منهم بتمشي بتروح منها اوزون، بيطلع منها اكسجين بارتكل تاني بتروح مع الاو 2 بيبقى او 3. هو جاز اكتر منه بارتكل، عشان كده ما يقدرش يشيله الهيبا فلتر، وما يقدرش يشيله طبعا اي ايونايزر او بيوريفاير انا بحطه في الاوضه، لان البيوريفاير ده بيطلع لي هو في حد ذاته بيطلع لي اوزون، او ما اقدرش احطه مع يوفي، اليوفي لايت مش هيشيل الاوزون اللي طلع. طب ايه اللي بيشيل الاوزون؟ الاكتيفيتد كربون بيشيل من 60-70% من الاوزون اللي هو جنريتد. الفنتريشن ريتس والامباكت بتاعها على الافيشنسيز، دي جدول موجود هنلاقيه في الاشري، بيحسب ازاي تعمل الاير تشينج وازاي تحسب التايم المطلوب عشان توصل للافيشنسيز اللي انت عايزها دي. فلو خدنا مثلا هيبا فلتر 99.9%، هيبا فلتر ده لو عملت 1 اير تشينج فانا محتاج قد ايه وقت؟ 414 دقيقه عشان اعمل اوصل لل 99.9 لو 1 اير تشينج. طيب لو رحت ال 50 اير تشينج انا محتاج كام دقيقه؟ 8. الايزوليشن روم اللي انا هبتدي اشتغل عليها هي تقريبا 12 اير تشينج، دي الريكومندد من السي دي سي، بنوصل الى 35 دقيقه، يعني minutes required for removal efficiency of الحاجات دي. وده جدول مصغر متاخد من هذا الجدول بيطلع لي ده سي دي سي ريكومنديشن. الفنتيليشن ريتس زي ما اتكلمنا عليها قبل كده، الايزوليشن روم والحاجات دي المفروض ان الاير تشينج بتاعها بالوضع بتاعنا ده يزيد، ما يبقاش زي ما هو التكييف بيتكلم او 4 اير تشينج ولا 5 اير تشينج ولا 6 اير تشينج. في الايزوليشن روم محتاجين نوصل الى حوالي 12 اير تشينج. الاشري بقى الريكومنديشن بتاعته حط necessary supplemental filtration. ايه هي الفلتريشن اللي انا عايزها؟
المطلوبه، وحط الترا فايلوت فنتيليشن، وحط فنتيليشن ريكومندد تو ذا بريثنج اريا اللي احنا اتكلمنا عليها، اللي هي سبوت او بيرسونالايزد فنتيليشن. فلترنج ان يو في جي تو بي ابلايد نيو ابلكيشن وفي الاكزيستنج بيلدينجز. ابجريد الفلتريشن بتاعك، حاول انك انت توصل الى 100% اذا انت السيستمز بتاعتك والبلد بتاعتك بتسمح بكده. شفنا عديد من اليونتس الجديده اللي هي مثلا زي الاندايركت ايفابوراتيف كولينج، اندايركت اللي اقدر منها احط 100% فريش اير بانرجي قليله. يفضل ان انا استخدم سيستمز تبقى بالمنظر ده دلوقتي، ده لغايه كده احنا اتكلمنا على الفنتيليشن قبل كده، واتكلمنا على الايه الفلتريشن بتاعه السيستمز.